نجحت وزارة العمل في تدريب أكثر من 800 باحث عن عمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل فرص خلال عام واحد فقط. نعم، حيث تم تدريب الشباب البحريني في عدد من القطاعات، من أبرزها القطاع المصرفي والمالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والقطاع الصحي. بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل، تمكنت وزارة العمل من تدريب أكثر من 800 باحث عن عمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل فرص خلال عام واحد. وحرصت الوزارة على الاستمرار في تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على إتاحة شواغر تدريبية للباحثين عن عمل ضمن برنامج فرص، وإتاحة المجال لصاحب العمل باختيار المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توفر الشاغر الوظيفي. هذا وتسعى وزارة العمل دائما إلى تشجيع الباحثين عن العمل للاستفادة من البرامج المقدمة لهم، حيث تم إطلاق برنامجا تدريبيا مع ضمان التوظيف تحت عنوان ضمان، يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص تتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير الوظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي.